كل سنة وحضراتكم دايما طيبين. مصر كلها بتحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة. كل سنة وحضراتكم طيبين واخواتنا المسيحيين بخير وسعادة. ولأنه مصر هي مهد الأديان والحضارات فهي اتباركت بزيارة العائلة المقدسة والثابت لينا مسار بيضم أهم الأثار القبطية في العالم، 25 نقطة من سيناء لحد أسيوط على مسافة 3500 كيلومتر. وفي مشروع ضخم جدا، مشروع قومي مصري للحفاظ على هذا المسار وتطويره وإعادة إحيائه مرة تانية. والنهاردة هنتكلم وهنعرف مع حضراتكم وصلنا لحد فين، آخر المستجدات في التطوير والترويج والتسويق لهذه المناطق الأثرية، مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة. أهلا بك يا باشمهندس وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وصباح الخير، كل سنة طيبين. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. معلش ادينا دقايق بس كده قبل ما نروح مع حضرتك ونتكلم في هذا الموضوع. معانا زميلنا مصطفى سعد من القناطر الخيرية، ونحتفي بقى ونشوف الناس نزلت بالفعل وبدأت تحتفل بهذا اليوم ولا لا. صباح الخير يا مصطفى، أهلا بيك. نعم، كل عام وحضراتكم بكل الخير والصحة والسلامة. انتهت وزارة الري والموارد المائية من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال كل الزوار والمواطنين من كل محافظات الجمهورية للاحتفال بعيد شم النسيم داخل حدائق القناطر الخيرية. ونحن الآن متواجدون بحديقة عفلة التاريخية، هذه الحديقة التي تتميز بهذه المظاهر الخلابة والأشجار التاريخية التي يتخطى عمرها 150 عاما، وأيضا مظاهر الاحتفال التي تأتي داخل هذه الحديقة وجميع الحدائق داخل القناطر الخيرية من الملاهي التي تخص الأطفال والألعاب المختلفة والمكتبات والمتنوعة والمقاعد الخشبية والمطاعم والكافيهات وجميع المتنزهات المتواجدة داخل هذه الحدائق التي وفرت وتم تجهيزها من الأمس القريب لاستقبال المواطنين والزائرين للاحتفال بعيد شم النسيم. هذه الحديقة الجميلة والعريقة التي تأتي ضمن هذه الحدائق الهامة داخل القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. وأيضا هناك من مظاهر الاستعداد والتجهيز هو عملية التأمين التي تأتي من قبل الحديقة وتأتي من قبل وزارة الداخلية، التأمين الداخلي والخارجي والدخول والخروج من هذه الحدائق. وأيضا عملية التأمين الصحي، وزارة الصحة دفعت بالعديد من القوافل الطبية 10 عربات من الإسعاف والمليئة بجميع المعدات والأدوات الطبية والتجهيزات الطبية المختلفة التي تقوم بعملية تأمين شامل لكل المواطنين خلال هذا اليوم والاحتفال الكبير داخل كل هذه الحدائق المختلفة وحديقة عفلة التاريخية التي تتميز بكل المظاهر الخلابة وعمليات أيضا الصيد التي تأتي على مدار اليوم وعلى مدار الأيام المختلفة في هذا النيل المختلف الجميل على ضفاف النيل. توفد الزوار والمواطنين منذ الساعة 7 صباحا وحتى نهاية اليوم مستمرين في تغطية هذه الاحتفالات وهذا اليوم الجميل والكبير داخل هذه الحديقة الجميلة، حديقة عفلة. شكرا طبعا زميلنا مصطفى سعد من القناطر الخيرية. ويمكن ايه كانت لسه بتتكلم وكنا بنشوفه بنقول ان هي من المتنزهات المهمة جدا، وشفنا ان الناس بالفعل خرجت وموجودين وبدري كده، فطبعا منظر يعني رائع. وبرضو بدأ حضراتكم للخروج النهاردة طبعا واستمتعوا بالجو واستمتعوا بالحدائق الجميلة. مصر بالتأكيد كل شبر فيها جميل، ولا ايه؟ يعني انا مبسوطة ومذهولة من نشاط المصريين النهاردة اللي هم نازلين بدري الصبح. يعني مصطفى لفت نظري بس ان هو رايح يخرج ويتبسط ولابس فورمال قوي وبدله. الجو حلو النهارده وربيع كده، عايزين فك كده يا مصطفى ننزل نتبسط بالاجواء الربيعيه النهارده. طيب نرجع مره ثانيه لحضرتك باشمهندس عادل الجندي، ونتكلم طبعا على مشروع من اهم المشروعات واحياء مسار العائله المقدسه. خلينا نتكلم بس ونفكر الناس بالمخطط العام للمشروع. هو احنا بدانا التخطيط للمشروع او استراتيجيه المشروع زي ما بنسميها من 2014. احنا بقى لنا دلوقتي فوق العشر سنوات، ودي فترة استراتيجية ليست بالطويلة على مشروع قومي زي ما أشرت حضرتك كده في البداية. هو طوله 3500 كيلو ذهابا وإيابا، وبيعدي ب 25 موقع. احنا بنسميه محور عمراني يقود قطاع السياحة. النشاط الرئيسي أو الليد سيكتور زي ما بنسميه تخطيطيا هو قطاع السياحة، وقطاع السياحة مبني على نيش برودكت، يعني مش حتى ماس برودكت،
احنا عاملينه كمسار حج مسيحي عالمي موجود، من اطول مسارات الحج العالمي في العالم، في داخل دوله واحده. في مسارات كتير قوي في العالم، سان جيمس وسان نيكولا ومسارات كتيره روحانيه ودينيه، لكن ده الاطول دوليا داخل دوله واحده. المشروع بقى لنا 10 سنوات، بدايه من فكره التخطيط والمراحل التجريبيه للمشروع، ثم الفام تريبس او الرحلات التعريفيه للوفود اللي بدات في 2014 اكتوبر 2014، دعينا فيها سفراء الدول المستهدفه اللي هي مينلي اللاتين امريكان كانتريز، اللي هي الدول امريكا اللاتينيه، شرق اوروبا، بعض الدول الافريقيه، وما يسمى اللونج هول ديستنيشن اللي هي اليابان، كوريا، الصين، اندونيسيا. احنا درسنا طبعا الماركت بتاعت هذه الدول، فلقينا ان دي الدول اللي هي نقدر نجيب منها الشريحه العظمى من الزائرين او الحجيجي المسيحي. طب ونتيجه ده كان ايه؟ فعلا جالنا عدد سياح من الدول دي لزياره مسار العالم؟ النتيجه كانت رائعه، لان احنا من اكتوبر 2014 لما عملنا الفام تريبس كان مصاحب ليها كمان 30 انترناشونال ميديا جم نقلوا هذا الحدث. الحدث في بدايته كان حدث مهم جدا، ان مصر بتزمع للاعداد لاطلاق مثل هذا المشروع الانساني. وكانت الرساله المعلنه ان مصر بتطرح للانسانيه مشروع بيهم كل الانسانيه، مش بس اقباط مصر، مش مسيحيه العالم فقط، لكن الانسانيه كلها. الناس دي نزلت هذه المواقع وعملت كومنتس، احنا كنا عاوزين نستفيد من التعليقات بتاعتهم لانهم راحوا مسارات دوليه قبل كده. دعينا كمان بعض الخبراء الدوليين، زي مثلا خبراء بتوع سانتياغو دي كامبوستلا في اسبانيا، ده اللي هو جزء من مسار سان جيمس اللي بيعدي في فرنسا واسبانيا والبرتغال. عملوا لنا ميشن ريبورتس لما جم، ادونا شويه نصايح، بدانا نشتغل على هذه النصائح. لكن الميزه ان احنا مصرنا هذه الخبره الدوليه، لان احنا المسار بتاعنا لا يعني ايه بقى معلش مصرنا تفسير. لان في ايجيبشن ايدنتيتي موجوده في هذا المسار، ودي اللي كنا عاوزينها، ان هذا المسار موجود في مصر فقط، لان احنا عارفين العائله المقدسه عدت بثلاثه ديستنيشن. انا بتكلم باللغه السياحيه طبعا، لكن هي المولد كان في بيت لحم، ثم التعميد في الاردن، ثم رحله الهروب الاكثر ثراء في مصر فيها 25 موقع. وبالتالي احنا لما بنيجي نقول ان العائله المقدسه في مصر، العائله المقدسه في مصر، احنا بنعكس مصريه هذا الجزء من الرحله بالعادات والتقاليد. عملناه ازاي؟ يعني ايه اكتر الحاجات المميزه للمسار ده في التطوير للهويه المصريه؟ يعني يمكن حضرتك جبت الترم بالظبط، هو الهويه المصريه البراند. احنا لما جينا نعمل اللوجو بتاع المشروع حطينا فيه الجيوغرافيك فيتشرز، لما تشوفيه على طول تعرفي ان هذا المسار في مصر. لازم الخلفيه الاهرامات، وفي زيجزاج بالازرق موجود تحت لو نهر النيل، لان العائله المقدسه عدت نهر النيل من عند نقطه المعادي. البالم تري او النخله اللي موجوده، لان دي الايقونه بتاعه العائله المقدسه طبعا في القران، حتى وهزي اليك بجذع النخله. وبالتالي دايما في كل مواقع العائله المقدسه بنلاقي اللاندسكيب اللي احنا اشتغلناه عباره عن نخيل بكميه كبيره جدا، عشان لما نخش الزون بتاع منطقه من مناطق العائله المقدسه نعرف ان احنا داخلين في مكان عدت عليه العائله المقدسه لروحانيات معينه، وفي نفس الوقت لاريحيه انسانيه معينه. اول ما هنخش الزون ده اللي بنبتدي بوابه تم تصميمها لكل زون، خلاص بنعرف ان احنا دخلنا في حرم نقطه مرور العائله المقدسه. طيب الكل بيتساءل طبعا، بالتاكيد المشروع مهم جدا جدا، وهو تم الانتهاء منه خلاص على ارض الواقع، لكن الخدمات، احنا دايما بيبقى التساؤل حول الخدمات وحول الاستثمارات في هذه المناطق، احنا فين من الموضوع ده؟ تمام، خلينا نقول احنا انتهينا من تجهيز المناطق وجاهزه لاستقبال الزائرين. يعني ايه تجهيز المناطق؟ احنا دايما بنقول احنا كانش عندنا طرق او اكسسبيلتيز لكثير من هذه النقاط. بعض النقاط كانت موجوده في مناطق فقيرة ومهمشة وبعيدة، معظمها في مناطق في الدلتا. يمكن ناس كتير ما تعرفش ان سمنود نقطة مرور العائلة المقدسة، كان الدخول للكنيسة بحد ذاته مأساة كبيرة قوي في الماضي، لكن دلوقتي اصبح الشارع الاكسس للكنيسة مهذب جدا، تم اعادة تبليط الشارع بالانترلوك، وتم تجهيز واجهات المباني المحيطة بالكنيسة، توحيد واجهات المحال الموجودة اللي كانت في الحقيقة بتبيع فسيخ في بعض الاحيان. طبعا احنا عشان شم النسيم هيبقى مطلوب فسيخ، لكن كموقع لكن اكيد سياحي لا، موقع سياحي مش مطلوب خالص دلوقتي. بتبيع خضار، بتبيع باعه جائلين منتشرين بيقفلوا الشارع، ما فيش حد يقدر يخش الكنيسه بسهوله. دلوقتي لما نروح سمنود في هذه المنطقه بنلاقي ان هي جزء من او بتحاكي واحده من المناطق العالميه المشهوره.
واجهات المحال كلها تم توحيدها. عظيم. تم اعاده ترميم الكنيسه والاسوار الموجوده. حتى سلوكيات الناس اللوكال بيبل، عشان كده احنا بنقول دايما ان الحراك ازاي عملنا قصه السلوكيات، لان دي من اهم الحاجات اللي بنشتغل عليها الحقيقه. وهي كنا زمان في عقود ماضيه بنعاني من السلوكيات في التعامل حتى مع الزائرين عموما، لكن دلوقتي لا، احنا بنبص نلاقي في تضامن غير عادي. هي دي بقى اللويالتي، هي دي الانتماء المحلي لما تقوم به الدوله. الحقيقه المشروع ده اثبت لنا ان المواطن المحلي لما بيلاقي فيه عائد، لما بيؤمن ان الدوله بتشتغل علشان الامباكت يبقى عليه هو، العائد والاثر على المواطن المحلي، هو بيتضامن مع اي مشروع. احنا جربنا في ده، مش عاوز اقول لحضرتك ان معظم المحال العشوائيه اللي كانت موجوده حوالين مناطق العائله المقدسه تحولت من نشاط عشوائي الى نشاط يخدم السياحه. معظم المناطق زي البازارات يعني، والنوع ده من المحلات بالظبط. ليه؟ لان احنا جبنا زبون جديد او زائر جديد اللي هو تورست. مظهر السائح طبعا يجب التعامل معاه بالسلعه المناسبه ليه، وهيدفع بعمله بلده، فبالتالي عشان كده احنا بنقول المشروع ده بيضمن دخل اجنبي للمواطن المحلي في مكان انتاجه بالعمله الصعبه. طب ازاي برضو طورنا موضوع الخدمات بقى؟ اي زائر او سائح هيزور مكان مثلا نقطه شجره السيده مريم، ازاي عملنا خدمات بقى؟ عايز ياكل، عايز مطاعم بقى، عايز منطقه مثلا اوتيلات، يعني عملنا الخدمات دي ولا متروكه لسه للقطاع الخاص؟ طيب هو هنقسمها لحاجتين، دور الدولة ودور القطاع الخاص. وأدوار تانية هنحكيها في السكة، مش بس الدولة والقطاع الخاص، لكن في الان جي اوز، في الجامعات الأهلية كان لها دور مهم جدا معانا، وفي اللوكال بيبل نفسهم اللي هو المواطن المحلي. الدولة نقدر نقول اللي هي أتمت الدور بتاع تطوير هذه المناطق وتجهيزها للاستقبال. إيه العناصر بتاعة التجهيز اللي قامت بها الدولة؟ مينلي الرودز او الاكسسبيلتيز، ان ما كانش في طرق، اتعملت طرق لكل المواقع. ومش مجرد ان احنا نفتح طريق، احنا عندنا معايير سياحيه، لازم طريق يبقى امن ومريح ومزود بالساين بوست، ترافيك ساين بوست اللي هي اللوحات الارشاديه، عشان حتى لو الانديفيدوالز دي شريحه مهمه من الزائرين حب يروح بعربيته يقدر يمشي ورا هذه اللافتات فيقدر يوصل للموقع بتاعه بسهوله. تاني حاجة، ودي حاجة رئيسية قد يرى البعض ان هي حاجة بسيطة، اللي هي التورست تويلتس او دورات المياه السياحية، ودي في الحقيقة بتعكس الايمج بتاعت الدولة، بتعكس قد ايه الدولة مهتمة بالزائر بتاعها، وخصوصا ان هذا المسار الشريحة اللي بتزوره هم الالدرز والديسيبل، هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، اللي في الغالب بيبقوا بيعانوا من امراض من السكر او ليه بالظبط ليه احتياج شديد لاستخدام التويلت، ودايما يكون قريب من هذا الموقع. فالتويلتس في كل المواقع تم تجهيزها بطريقه سياحيه وبمعايير عالميه موجوده. انفورميشن ساين بوست مثلا، او اللوحات المعلوماتيه اللي بتبقى موجوده في كل موقع مترجمه لاكثر من لغه، بحيث ان حتى الزائر لما بيزور الموقع يقدر يعرف تاريخ هذا الموقع ويقدر يشوف موقعه على الخريطه من المسار الكبير جدا. ليه بنحط الحاجات دي؟ انها بتعمل موتيفيشن، بتعمل تحفيز ان هو لما يزور ده ممكن يحب يزور مواقع تانية لانه شايف هذا الموقع على هذه الخريطه وياخد معلومات كافيه عنه. مهم جدا نتكلم على اللاندسكيب. احنا عندنا نوعين، عندنا هارد سكيب وسوفت سكيب. لما بنشتغل على الهارد سكيب احنا بنهتم باللاندسكيب اللي هو تطوير الاطار العمراني كله بتاع الموقع، مش بس بنطور او بنرمم كنيسه او دير، لكن احنا لازم العمران المحيط يبقى مؤهل، اعاده دهانات وتهذيب معظم واجهات المباني المحيطه، وفي نفس الوقت برضو لو في جاربتش، لو في قمامه كانت موجوده تم عزل هذه المناطق وتم تخصيص اماكن معينه لجمع القمامه. على ذكر شجره مريم في المطريه، نموذج في الحقيقه للتدخل بتاع الدوله الجذري. المطريه ما كانش حد بيقدر يخشها خالص بعربيته، تم عمل مشروع صرف صحي كامل في الميدان المطريه وشارع المطراوي اللي هو الشارع الرئيسي اللي بيؤدي لشجره مريم في المطريه، وتم تاهيل كل واجهات المباني في هذا الجزء بتوحيد لونها باللون البيج، وتم عمل حديقه اللي كانت في الحقيقه مقلب زباله امام شجره مريم، دلوقتي تحولت الى حديقه وتحولت سياحيا الى ما يسمى الارايفل بوينت او نقطه وصول سياحي. الشجرة نفسها، الموقع الأثري تم ترميمه بالكامل، وتم عمل كافيتيريا سياحية جوه وخدمات سياحية. موقع زي جبل الطير فيزيتور سنتر اتعمل مركز للزائرين جديد خالص، مبنى بحاله، في حديقة
وفي كافيتيريا وفي انترنت بلازا يقدر ياخد سي دي هات وفلايرز ويقدر يسمع لبعض المعلومات الارشاديه من التور جايد نفسه قبل ما يزور هذا الموقع. حضرتك هتوعدنا بقى بجوله بكل النقاط المهمه دي لان حضرتك شوقتنا جدا ان احنا نروح لهذه الزياره. شكرا. وطبعا احنا كمصريين لازم نروح نشوفها الاول قبل ما نعمل الانترناشونال بروموشن. شكرا مهندس عادل الجندي الناسق الوطني لمسار رحله العائله المقدسه. شرفتنا. شكرا. صباح الخير.